بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس، ودرسنا اليوم للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوم، وموضوع الدرس الشغل والطاقة، أشكال الطاقة وكيف تتحول الطاقة. والدرس من إعداد المعلم فاضل عبد الله بخاري وتقديمي محمد المجدود. دعونا الآن أعزائي الطلاب والطالبات، قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، نستعرض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بإذن الله، وهي أولاً توضيح أشكال الطاقة، ثانياً وصف كيف تتحول الطاقة، ثالثاً تبيان قانون حفظ الطاقة. طيب، هل هنالك أشكال للطاقة؟ هل الطاقة أشكال متعددة أم شكل واحد؟ طيب، لكي نصل إلى إجابة لهذا السؤال، دعونا نتابع الفيلم التالي. لقد تعبت، ليس لدي طاقة، لم يعد لدي القدرة على القيام بأي عمل. أنت على حق، الطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. وهل تستخدم السيارات الطاقة أيضا؟ بالطبع، تستخدم السيارات الوقود كمصدر للطاقة. الطاقة في الوقود هي ما يجعل السيارات تتحرك. كل الأشياء تحتاج إلى طاقة حتى تتحرك. وهل يمكننا تخزين الطاقة؟ نعم، يمكننا تخزين الطاقة. للسيارة مثلا خزان نملأه بالوقود. هيا نتعرف الآن على أنواع مختلفة من الطاقة. يمنحنا هذا المصباح الضوء؟ نعم، مستخدماً الطاقة الكهربائية. هذه النار تعطي الكثير من الحرارة. نعم، وتسمى الطاقة الحرارية. وما نوع هذه الطاقة؟ إنها الطاقة العضلية. الجو حار جدا هنا. الشمس هي سبب الجو الحار، والطاقة الصادرة منها تسمى الطاقة الشمسية. وهذه طاقة المياه، وهي تستطيع تحريك الأشياء، وتسمى الطاقة الكهرومائية. واو، انظري إلى طاحونة الهواء كيف تتحرك. تتحرك طاحونة الهواء بسبب طاقة الرياح. أحسنتم. أحسنتم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذا تعلمنا أن الطاقة لها أشكال مختلفة، لها أشكال مختلفة. أيضا من أشكال الطاقة طاقة الوضع والحركة. هذا الشخص الرياضي يقذف بالكرة إلى الأعلى. الكرة لحظة انطلاقها فهي تكتسب طاقة حركية اكتسبتها بسبب الشغل المبذول من هذا الشخص، ولكن نلاحظ أن الكرة تزداد في الارتفاع عن مستوى سطح الأرض، وارتفاعها
عن مستوى سطح الأرض في ازدياد يؤدي إلى زيادة طاقة الوضع لدى الكرة. أيضا لو نظرنا إلى قذف الكرة في هذا المنظر، الكرة تكتسب طاقة حركية عند قذفها. هذه الطاقة الحركية هي نتيجة للشغل المبذول من الرياضي، وعندما تكون على ارتفاع من سطح الأرض فهي أيضا تمتلك طاقة وضع. أيضا طاقة الوضع وطاقة الحركة، طاقة الوضع الكامنة تتحول إلى طاقة حركية، فعند ارتفاع الكرة إلى الأعلى فتكتسب طاقة وضع ثم تعود إلى الأسفل على شكل طاقة حركية، وعند رجوعها إلى الأعلى مرة أخرى تكتسب طاقة وضع ثم تعود مرة أخرى وتتحول إلى طاقة حركية. إذن طاقة الوضع الكامنة تتحول إلى طاقة حركية دائما، طاقة الوضع الكامنة المختزنة أو المخزنة في الجسم تتحول إلى طاقة حركية عندما يتحرك هذا الجسم. طيب، أيضا من أشكال الطاقة أن الروابط بين ذرات المادة، الروابط بين الذرات لديها طاقة وضع، وطاقة الوضع في الروابط بين الذرات تأخذ شكل طاقة كيميائية. طاقة الوضع بين الذرات تأخذ شكل الطاقة الكيميائية. أيضا البروتونات والنيترونات الموجودة في نواة الذرة، هذه البروتونات والنيترونات لديها طاقة وضع مختزنة في الروابط، في الروابط اللي وين؟ اللي بين البروتونات والنيترونات، وتسمى هذه الطاقة المختزنة، طاقة الوضع المختزنة، بالطاقة النووية. أيوة، طيب، إذن هذا نوع آخر من أنواع الطاقة. ذكرنا قبل قليل الطاقة الكيميائية بين الجزيئات وفي الروابط، والآن طاقة نووية بين روابط البروتونات والنيترونات. أما في المغناطيس، المغناطيس لديه طاقة تعرف بالطاقة المغناطيسية، وهي شكل من أشكال طاقة الوضع. لاحظ المغناطيس لو دققنا في هذه الصورة يجذب برادة الحديد، فالمغناطيس يمتلك طاقة وضع. أيضا الكهرباء تنتقل في الأسلاك، تنتقل من مكان إلى مكان آخر عن طريق الأسلاك اللي تكون مصنوعة من الفلزات، وهذا يكون إيش؟ طاقة حركية. وهذه الطاقة الحركية اللي في الكهرباء ترجع لحركة الإلكترونات. إذا عندي شكل آخر وهو الطاقة الحركية في الكهرباء. طيب، أيضا الطاقة الحرارية أو الحرارة هي طاقة حركية. ليش؟ عندما تغلي الموية هنا في هذه الإناء، هل تبقى الماء ثابت عندما يغلي ولا نجد أن الماء يتحرك؟ أيوة، تجد أن الماء لما يغلي يبدأ يتحرك. إذن الحرارة طاقة حركية، وهي ناتجة عن اهتزاز الجزيئات، الجزيئات تهتز فينتج عن هذا الاهتزاز حركة بسبب الحرارة. إذن الحرارة طاقة حركية. سؤال لدينا الآن، تقويم مرحلي. سؤال: طاقة وضع في الروابط بين الذرات تأخذ شكل طاقة كيميائية أو مغناطيسية أو حرارية؟ أيوة، ممتاز. إذن نختار رقم واحد اللي هو الكيميائية، يعطيك العافية. طيب، ننتقل للسؤال التالي، التفكير الناقد: أيهما ينجز شغلا أكثر، جول واحد؟ أيهما ينجز شغل أكثر، جول واحد من الطاقة الحرارية أم جول واحد من الطاقة الصوتية؟ أيهما ينجز شغلا أكثر،
أيوة ممتاز، إذا إجابتنا هي كلاهما ينجز القدر نفسه من الشغل، إحنا قلنا جول واحد في كلا الحالتين، إذا كلاهما ينجز القدر نفسه من الشغل. طيب كيف تتحول الطاقة؟ الطاقة تتحول من شكل إلى آخر كما يحصل في الكرة عندما تتحول كما ذكرنا من طاقة وضع إلى طاقة حركية. تتحول من طاقة وضع مختزنة إلى طاقة حركية دون أن يفقد شيء من الطاقة، وهذا ما يعرف بقانون حفظ الطاقة، حيث أن الطاقة تتحول من شكل إلى شكل آخر دون أن تفنى. وينص قانون حفظ الطاقة على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. الطاقة تتحول من بين أشكالها اللي ذكرناها وعددناها، تتحول من شكل إلى شكل آخر ولا تفنى ولا تستحدث، فهي الطاقة موجودة بنفس كميتها وبنفس ولكن تتحول من شكل إلى شكل آخر كما هو واضح لدينا. الطاقة اللي موجودة في البطارية طاقة كيميائية، تتحول الطاقة الكيميائية في الأسلاك إلى طاقة كهربائية، هذه الطاقة الكهربائية عندما تصل إلى المصباح تتحول إلى طاقة ضوئية، أو نقول بالأصح طاقة حرارية، ينتج عنها حرارة في المصباح، فإذا تحول نوع آخر من الطاقة. إذا الطاقة لم يحدث أنها نقصت أو تلاشت، وإنما تحولت من شكل إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. وهذا ما يعيد لنا قانون حفظ الطاقة، وأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. أيضا من تحولات الطاقة، لو حركت كفينك، جعلت الكفين يحتكون في بعض، قمت بتحريك الكفين بالاحتكاك بينهما، إيش ينتج بين يدينك؟ أيوة حرارة. إذا في تحول للطاقة ولا ما في تحول؟ إيش اللي حصل بين اليدين لما احتكوا في بعض؟ أيوة احتكاك. حلو، إذا صار هنا تحول للطاقة لما تحركت اليدين وكان بين الحركة احتكاك، تحولت الطاقة الحركية إلى طاقة. أيوة صار في عندي تحول للطاقة من حركي إلى طاقة حرارية، وذلك بسبب ماذا؟ نعم بسبب الاحتكاك تحولت الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية. طيب إذا هنا تحول للطاقة. أيضا لاحظنا هنا نفس الفكرة اللي حصلت في اليد، المقص هنا يتحرك صح ولا لا؟ أيوة يدور بسرعة عالية. طيب لما نقرب من قطعة الحديد ايش يصير بينهم؟ احتكاك. ممتاز يا أحمد، إذا يحصل بينهم احتكاك، ينتج عن هذا الاحتكاك طاقة حرارية، ينتج عنها طاقة حرارية. إذا في تحول للطاقة ولا لا؟ أيوة في تحول، تحولت الطاقة من طاقة حركية إلى طاقة، أيوة إلى طاقة حرارية، والسبب هو وجود، ونعم وجود الاحتكاك، إذا في تحولات للطاقة. ممتاز. طيب نأتي الآن أعزائي إلى تقويم المرحلة. سؤال، تتحول الطاقة من شكل إلى آخر دون أن تفقد منها شيء، هل هذه العبارة صحيحة ونختار رقم 2 أم خاطئة ونختار رقم 1؟ أيوة أيوة أحمد نعم ممتاز، إذا نختار رقم 2، إذا عبارة صحيحة. ممتاز. طيب سؤالنا الآخر وهو التفكير الناقد، كيف يمكن للطاقة الحرارية في الفرن أن تنتج شغلا مطلوبا إنجازه وأيضا شغلا غير مرغوب فيه؟ إذا مرة تنتج شغل مطلوب نحتاجه، وفي مرة ينتج أيضا شغل غير مرغوب فيه، كيف؟ الفرن اللي في المطبخ. أيوة أيوة خالد أيوة كلام ممتاز. إذا نصيغها بطريقة حلوة نقول
قد نرغب في استعمال الفرن في إعداد الخبز أو الطعام زي ما قلتوا أنتم، وهذا شيء مفيد. إن أعددنا طعام، أعددنا الخبز، هذه حاجة مفيدة. طيب وين الضرر اللي نقول ممكن يصير فيه ضرر أو غير مرغوب فيه؟ في فصل الصيف تسبب حرارة الفرن في رفع درجة حرارة المنزل أو الغرفة اللي هو موجود فيها، ويصبح جو المنزل حار. طيب وهذا شغل غير مفيد وغير مريح وغير مرغوب فيه. أيوة يعطيكم العافية. إذن عرفنا الشغل المنجز والمرغوب فيه، وعرفنا اللي الشغل الغير مفيد والغير مرغوب فيه. نأتي الآن أعزائي الطلاب والطالبات إلى تقويمنا الختامي. ضع الرقم في المكان الصحيح. لدينا قائمة على اليمين، رقم 1 الكهرباء، ورقم 2 قانون حفظ الطاقة. نريد إيصال كل منهم إلى ما يناسبه من القائمة المقابلة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. ثانيا، طاقة وضع في الروابط بين الذرات والجزيئات. طاقة حركية ترجع إلى حركة الإلكترونات. إيش اللي يناسب الكهرباء منها؟ إذا الكهرباء طاقة حركية ترجع إلى حركة الإلكترونات. ممتاز. طيب قانون حفظ الطاقة، بقي عندنا 2، طاقة وضع في الروابط بين الذرات والجزيئات، أم أنها الطاقة التي لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من شكل إلى آخر؟ ماذا نختار لقانون حفظ الطاقة؟ يلا نعطي فرصة للتفكير. أيوة أحمد، نعم ممتاز، اللي فوق. إذن قانون حفظ الطاقة هو أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. يعطيكم العافية وما قصرتوا. طيب تعلمنا في درسنا اليوم عن الشغل والطاقة، وتكلمنا عن أشكال الطاقة، وقلنا أن الطاقة لها أشكال كثيرة وهي تتحول من شكل إلى شكل آخر. والطاقة أثناء تحولها من شكل إلى شكل آخر لا يحدث لها أي تناقص ولا تفنى ولا تستحدث، هذا ما يعرف في قانون حفظ الطاقة، وإنما تتحول الطاقة من شكل إلى شكل آخر. نكون هنا أعزائي الطلاب قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في درس قادم. في أمان الله.